قال سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه العناصر الأربعة هي سبيل العزة وهي سبيل الربح وهي طريق النجاة، فلا مجتمع يصلح على سواها. فصلاح المجتمعات ونجاتها وربحها وسعادتها وعزها وكرامتها بأن تستقيم على هذه الأصول الأربعة: الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا يتضمن توحيد الله والإخلاص له والإيمان بأسمائه وصفاته وإثباتها لله على وجه اللائق بالله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تأويل ولا زيادة ولا نقص، بل يجب أن تثبت أسماء الله وصفاته له جل وعلا كما جاءت في الكتاب العزيز والسنة الصحيحة إثباتا بلا تمثيل وتنزيها بلا تعطيل كما أخبر الله عن نفسه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهكذا يعبد وحده لا يعبد معه سواه، لا يدعى إلا الله، لا يستغاث إلا به، لا يتوكل إلا عليه، لا يسدع في المهمات إلا إليه، لا يسدع إلى الأموات وأصحاب القبور ولا إلى الأصنام والأحجار والشجر. هذا دين الجاهلية، يجب أن يعلم هذا وينشر هذا بين الناس الذين قد وقع بعضهم في الجهل في بلدان كثيرة وفي دول كثيرة، كله بأسباب قلة العلماء وقلة المرشدين والمبصرين بهذا الأمر العظيم. فالعناصر التي هي أسباب الربح والسعادة أربعة: الإيمان بالله ورسوله إيمانا صادقا يتضمن إخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، والأصل الثاني العمل الصالح وهو أداء فرائض الله وترك محارم الله والوقوف عند حدود الله والجهاد في سبيله عن علم وبصيرة، الثالث التواصي بالحق ويدخل فيه الدعوة هي الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح لله والعبادة، الرابع التواصي بالصبر، فإن هذه الأمور لا بد فيها من صبر، لا دعوة ولا إيمان ولا عمل إلا بالصبر، من بقد الصبر لم يؤدي الواجب، فلا طريق للربح الكامل والسعادة الكاملة واسترداد الأمجاد السليبة والعز الغابر إلا بالله سبحانه. ثم بهذه الأصول وتحقيق هذه الأصول الأربعة والعناية بها علما وعملا وقولا واجتهادا في كل الأحوال وفي جميع الأحوال، فهذه عناصر الربح وهذه أسباب السعادة وهذه عوامل النجاة في الدنيا والآخرة.